تحصلين أول قبضة على إيدك اليسار. هذه قرفة فارس، تطلعين تليفونك وتصورين التجوري وتشيلي الصور، وأنا أجيب لك عدنان لي عندك وننتقم منه أنا وانتي. شكلتي بتسوينها بتحركين ولا أقول حق نصوري حبيبك وهو اللي كلك؟ ترى إذا ما تحركتي وسويتيها ناصر بيسأل وبياخذ بخاطره بحق. ناصر؟ شو سوين؟ هذه أخرتها يا ناصر؟ توقينا عقب ما عملناش بيتنا وخليناش واحدة منا وفينا؟ توقينا؟ لا عمي انت فهمتني غلط، انا جاي هني عشان اصور كل شيء عشان نشوف وين عدنان ويموت ونذبحه. انا بذبح عدنان علشان انا وناصر نستانس، وايد نستانس وما نخاف من احد بعد. خل اصور. شو تقول لي؟ شو تخربطين؟ عمي عفيه، باقي الصوره صورتين وانزل تحت حق ناصر. بس كم صوره عمي؟ انزل. ايش فيها هذه؟ شو تسويني؟ ماك شيء يا أمي، ماك شيء، ماك شيء. تنطر ولدها ناصر. خلاص خلاص قعدي، أنا أجيب لك ناصر، قعدي. عمي صورة واحدة عشان بروح حق ناصر يعاني يبي عشاء. إن شاء الله إن شاء الله، أنا أجيب لك ناصر. قعدي 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 يا أم ناصر، قعدي. لا بس هو حرام يعان. حاضر حاضر حاضر. إذا أنا بعد يعان باكل معاه. إن شاء الله إن شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.